الله مصطفى. نعم. امسك كده اما اصلي. ماشي. تقبل لنا يا رب. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمان يا حاج. منور يا معلم دمرداش. عمل ايه يا حاج؟ عملت ايه يا معلم دمرداش؟ الحمد لله يا دوب العرب لا ضحى وجه. طب حلو قوي يا معلم قدها ان شاء الله. الحمد لله يا عم. اتفضل يا معلم. ماشي يا ابني. ولا مصطفى. نعم يا كبير. تليفون. ماشي. اتبلغ بقى على كوبايتين شاي يا عم. خد يا مصطفى. نعم. روح بسرعه احلى كوبايتين شاي. ماشي يا معلم. المصلحة دي ايدك من غير اصابات؟ الحمد لله ودي نصيبك في العملية. يعني انت خدت نصيبك من المصلحة دي؟ انت عارف لازم اضمن حقي عشان ما اخسرش. طب حلو قوي الكلام ده. في مصلحة بقى جاية لك فاهمه. ايه هي المصلحة الموت دي؟ باتنين اخضر. وهل المصلحة اللي انت جايبها باتنين اخضر دي جاية بالطريق الشمال بتاعك ولا جاية بالقانون بتاعي؟ لا ده من طريق الشمال. لا انت عارف ان العقرب ما بيشتغلش في الشمال. بس السوق بيحكم كده. لا يا حبيبي السوق بيحكم ده معاك انت. العقرب ليه قانون لوحده. ولا بقتل ولا بنصر. بس ما هي اشتراك غلط. ده مصلحه خطف ساعتين زمن وهنرجع البنت وهنسترزق من وراها. لا لحد كده وتقف بقى. العقرب ملوش في الخاطر. واي مصلحه هتدور في ارضي هزعلك. طب انا نفذت العمليه ولا انت هتعمل ايه بقى؟ لا انت عارف ان العقرب بيعمل كتير. واي مصلحه هتدور في ارضي يا دمرداش انا اللي هقف. العرب عامل لي فيها شيخ بقى وبيصلي. انت رايح فين يا معلم؟ ده الشاي جاهز. شربه لمعلمك. يا بيت كده يا معلم دمرداش. وحشني يا بابا. معلش يا حبيبتي انا مقصر معاك السنين اللي فاتت بس عامل لك مفاجاه. الفلوس دي كلها ليك يا حبيبه قلب بابا. الفلوس دي كلها يا بابا. نفسي اجيب حاجه زي اصحابي. انا هعوضك يا حبيبتي السنين اللي فاتت كلها واوديك الملاهي. يلا يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي. خد يا ابن البيز ده في مصلحة كده بره العربة نروح نقضيها ونيجي. يلا على فين يا معلم؟ مصلحة السخان هنقضيها ونيجي في ثانية بس مش عايز نقطة دم. تمام يلا. مش هعمل لك حاجة. اتفضل يا معلم المصلحة. روح اتعشى الأول واطلع بقى وديه وأنا أروح أنا وجاه. يا نهار أبيض ده كله بيحصل من ورا عقرب. أنا لازم أروح أقول له. الفحم اتأخر يا ابني. يلا يا ابني الفحم للمعلم. والله يا رجالة أنا شامم ريحة قلق في المنطقة ولما العقرب يشم بقلق يبقى في قلق. أنا مش عارف والله يا معلم. ده كان الشارع يا معلم في المنطقة إحنا مش شايفين بيه. أسبوع لله يا رجالة وما الحق. العقرب جاي. ماشي يا معلم. مين ده؟ بس يا رجاله دي تبعي. في ايه يا ابني عرفني انت جاي في ايه؟ يا معلم يا معلم المعلم دمرداش عامل نصيبه في المنطقه. بتقول المعلم مين؟ معلم بالله عليك فكك من الحوارات دي. كبر دماغك يا معلم. ولا انت وهو محدش يتكلم طول ما انا موجود. تمام يا معلم. روح انت يا حبيبي وانا هجيب معلم دمرداش لحد عندك. ماشي يا عقرب. ماشي يا عقرب. يعني بقى يا دمرداش قلت لك ما تلعبش في ارض ولعب في ارض. ولا يا مصطفى. نعم يا معلم. خمس دقايق على الساعه بتاعتك الاقي البت والشنطه يقولوا هنا والراجل اللي ضربوه. عيوني يا معلم. وانت معاه. تمام يا كبير. انا مش عارف فاضل دقيقتين والناس دمت لسه ما جوش. توقفتنا على فين؟ مش كفايه اللي حصل فيا؟ ما تقلقش انت جاي عند المعلم عرب يعني كده كده حقك جاي. يا معلم انا اتاكل حق يا معلم. بنت وفلوس ضاعوا. بنتك والفلوس؟ انت هنا في مملكه العقرب. يعني على العقرب ده خمس دقايق بنتك والفلوس هيكونوا موجودين هنا. متحرمش منك يا معلم. كتر الف خيرك. بقول لك انت تفضل استريح خد واجبك وحقك هيجي. ماشي يا معلم. تعال ابراهيم. يا معلم.
روح انت يابا كتر خيرك تمام، ولما احتاجك هكلمك. ماشي يا تعرف انت هتعمل ايه؟ يلا بينا. ليش يا حبيبتي؟ محدش يعمل لك حاجه، في بس حوار كده كده ما بيننا وما بين المعلم، ونخلصه ونرجعك تاني لابوك. ما تقلقيش هروح الحمام واجيب. تمشيش تتكلميش حاجه، تقلقش من اي حاجه. انا عارف فاضل دقيقه واحده وبنتك تكون هنا وفلوسك هتكون هنا كمان. عرب فلوس ايه يا معلم؟ افرم عليك يا ده مصطفى. تسلم ايدك يا معلم. كل حاجه تمام يا معلم. شو تاجي انت هنا عند معلم العرب؟ هي دي فلوسك؟ ايوه يا معلم هي يا معلم. وبنتك تمام؟ كله تمام يا معلم. ساعه ونص هتكون عندي. انت مرتاح؟ ايه يا ابني بيت فلوس تاخده ازاي؟ رحت الحمام وجيت ما لقيتهاش. وانت قاعد بتعمل ايه؟ ايه الحمام دلوقتي؟ طب تعالى تلاقي العرب خدمك. الفحم يا ابني، الفحم يا ابني للمعلم. هلا كده فلوسك تمام وبنتك بخير. عايزك بقى تاخد فلوسك وبنتك وتخلي بالك من نفسك، ده انت لسه نازل من السفر يا معلم. والله الفلوس دي مش خساره فيه. لا 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 اعتبرها لقطه جدعانه من العقرب ليك عشان انت لسه نازل من السفر. ماشي يا معلم. نورت الدايره بتاعتنا يا معلم. فكرك يا معلم حبيب اخوك، اي حاجه تحتاجها انا في انتظار. تسلم يا معلم حبيبي. يا رب قدرني على فعل الخير. هو انت يا كبير ما تتكلمش اي حلاوه خالص ليه؟ ما ينفعش يا معلم. وحد امر لك تتكلم يالا انت وعمر. تحت امرك يا كبير. ماشي يا معلم.